أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران أن نشاط التمويل متناهي الصغر ما زال مستمرا في تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور 3 أعوام على صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر. وأشار إلى أن أرصدة النشاط حققت لأول مرة ما يزيد على 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2017، وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، والتي بلغت أرصدة النشاط بها ما يزيد على 4 مليارات جنيه. وقال أيضا التقرير أن النمو في قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر انعكس إيجابيا على عدد المستفيدين من النشاط ليبلغ ما يقرب من 2 مليون عميل بمعدل زيادة قدرها 24% بنهاية عام 2017 مقارنة بعدد المستفيدين بنهاية 2016، والذي وصل إلى 1,800,000 عميل.